فنانه جميله ميرنا وليد من ورانا عبر الشيش فوشيا. اهلا بيكي معانا. ميرسي، انا بحب الفوشيا جدا بالمناسبه، من الواني المفضله. ميرنا، احنا موجودين النهارده في الدوره 33 من مهرجان اسكندريه السينمائي الدولي، كلمينا عن مشاركتك فيه وحضورك وتتوقعي ايه من فعاليات المهرجان. مهرجان اسكندريه بالنسبه لي مهرجان مميز جدا، غير عن اي مهرجان تاني، لانه انا ابتديت من مهرجان اسكندريه. اول مره في حياتي كان فيلم الراعي والنساء افتتح في مهرجان اسكندريه، وكنت جايه المهرجان وانا مش فاهمه يعني ايه مهرجان، وكان عندي 15 سنه، والمساله كانت بالنسبه لي مبهره فوق ما تتخيل. وخدت اول جايزه في حياتي من مهرجان اسكندريه، وكنت اول مره اعرف يعني ايه مؤثره تطلع على المسرح وتاخد جايزه. يعني الموضوع بالنسبه لي كان، ومع صغر سني كمان ساعتها، كان الموضوع عمل جوايا لحد النهارده معزه خاصه جدا للمهرجان ده. يعني فعلا ده من اكتر المهرجانات اللي انا ببقى حريصه على ان انا اجيله، بلس طبعا ان انا اساسا من عشاق اسكندريه، يعني انا بتلكك اساسا عشان اجي اسكندريه. على ذكر بقى، ذكرنا فيلم الراعي والنساء، هذا الفيلم الأيقونة في تاريخ السينما المصرية، كواليسك بقى مع الراحل الجميل فنان أحمد زكي. ذكرياتي إيه مع أحمد زكي؟ الله يرحمه، كان بالنسبة لي عامل زي المدرس القاسي. كان بالنسبة لي زي المدرس القاسي، اللي هو يبقى عايز مصلحتك جدا، فيبقى قاسي جدا في ان هو يعلمك علشان تفضل المعلومه اللي هو علمها لك معلمه جواك مدى عمرك، وهو فعلا حقق كده. لكن صغر السن بيبقى مخليك القاسي ده دايما تبقى عارف ازاي؟ بيبقى جواك احساس بالقهر يعني، بس النتيجه بتبقى ان انت بتفضل فاكره طول عمرك. ايه الجديد اللي بتحضره ميرنا الفترة القادمة؟ والله الفترة الجاية ان شاء الله هيبقى في حاجات حلوة، في عندي مسلسل ان شاء الله هبتدي في اول واحد باذن الله، وعندي فيلم سينما المفروض يعني انا وافقت عليه لكن لسه ما عملناش الكاستنج بتاعه. يعني اديني اسبوعين ثلاثة كده ان شاء الله وهيبقى عندي الاخبار خلصانة بعناوينها كمان. المهرجان بيبقى بشكل عام يعني بيبقى سواري شوية، انا برضو هنا علشان في اسكندرية ما حبيتش انه يبقى سواري قوي، ما حبيتش انه يعني يبقى منور قوي، والاسود بشكل عام على السهره بيبقى حلو.